الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. قال المستشار المالي للكاظمي مظهر محمد صالح إن رواتب موظفي الدولة حاليا تشكل 42% من إجمالي النفقات الحكومية التي تشكل بدورها 50% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدا وجود عدم تناسق وتفاوت بين الرواتب بين وزارة وأخرى. وأضاف صالح أن آخر هيكلية وتعديلات للرواتب والأجور في الدولة كانت عام 2008، ومر البلد خلالها بظروف مختلفة تتعلق بالتضخم والتفاوت الكبير في المستويات المعيشية، مبينا أن هذه الرواتب تشكل ثقلا على الإنفاق الكلي في الاقتصاد سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. استبعدت اللجنة المالية النيابية حدوث تغيير في قيمة صرف الدينار أمام الدولار في موازنة العام المقبل، وأضافت اللجنة أن سعر صرف الدولار في الموازنة سيبقى ثابتاً من دون إحداث أي تغيير، لأن البنك المركزي هو المسؤول عن هذه السياسة، وقد أوضح رأيه بشأن هذا الموضوع، لافتة إلى أن سعر برميل النفط لن يكون كسابقه في الموازنة، لا سيما مع زيادة الأسعار العالمية. أظهرت بيانات أولية تتعلق بوصول ناقلات النفط أن واردات الهند من النفط العراقي سجلت أدنى مستوى في 20 شهراً خلال شهر تشرين الأول الماضي. وبحسب وكالة رويترز، أظهرت البيانات أن الهند ثالث أكبر الدول المستوردة والمستهلكة للنفط في العالم، اشترت 970,500 برميل نفط يومياً في شهر تشرين الأول من أكبر مورديها العراق، بانخفاض بنسبة 9.6% عن العام السابق في أدنى مستوى منذ شهر شباط عام 2021. شهدت العاصمة الفرنسية باريس حالة من الشلل بحركة النقل العام بسبب الإضراب الذي دعت إليه النقابات العمالية للمطالبة بزيادة الأجور، وشمل الإضراب كافة خطوط المترو إلى جانب بعض المرافق الأخرى، ما تسبب في تعطل كبير وتكدس لحركة السكان والسياح، رغم أن شبكة السكك الحديدية التي تديرها الشركة الوطنية الفرنسية لم تشارك في الإضراب بشكل كامل لأنها لا تدعمه باستثناء الاتحاد العام للعمل، لذلك سيرت خطوط القطارات السريعة بشكل جزئي. أظهرت بيانات رسمية انكماش اقتصاد المملكة المتحدة بنسبة 0.2% في الربع الثالث من عام 2022، ما يشير إلى ما يمكن أن يكون بداية ركود طويل بالتزامن مع ارتفاع أسعار الطاقة والسلع. وتوقع بنك إنجلترا أطول ركود في البلاد منذ بدء السجلات قبل نحو 100 عام، ما يشير إلى أن الانكماش الذي بدأ في الربع الثالث من المرجح أن يستمر حتى عام 2022، ويرفع البطالة إلى نسبة 6.5% خلال العامين المقبلين. أما الآن فإلى أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن. ختام الموجز، إلى اللقاء.